مرحبا بكم، لنبدأ رحلتنا للاسترخاء الذاتي من خلال الاستمتاع بالتميز المطلق الذي أظهره العمال عند إنجاز مهامهم. الأمر يبدو رائعا واستثنائي، لذا تابع معنا للاستمتاع بهذا الفيديو. لنتابع هنا عملية الرسم بواسطة الفقاعات السوداء، حيث يتم عمل أشكال جميلة على هذا النوع من الخزف. لنشاهد كمية الاستمتاع من قبل هذا العامل الذي سيغير الإطار. من الممتع جدا رؤية إزالة الشعر كيف تتم. تنظيف هذا الممر، فقط استرخي واستمتع بنعومة هذا التنظيف. هذه المهارة الحرفية سترضي العملاء بالتأكيد مع الظل الأخضر المثالي. هذا ما سيحدث لك عندما تدخل الحمام بعد أن تأكل الشطة والفلفل الحار. عملية الطلاء هذه مريحة للعين حقا. عملية قص شمع العسل هذه مريحة للغاية، يمكنكم أن تشاهدوا مدى الرضا. من الطوب البني الداكن إلى الطوب الأبيض، هذا يوفر تدليكا مهدئا للعيون. قامت هذه الفتاة هنا بتحويل هذه الخزفة الصغيرة لشكل من أشكال الفن اليدوي الجميل للغاية. هذا الرجل يعرف جيدا كيفية تشغيل الحفار بإتقان، فتابعوا كيف يعمل على توزيع هذا التراب. أما هنا لنتابع هؤلاء العمال كيف سينزلون كومة الثلج هذه. يبدو أن قائد الحفار هذا مميز جدا، يمكنك الضغط على زر لايك للإعجاب به. هنا يتم صناعة الأساور التقليدية بهذا الشكل وبضربة واحدة. يمكنكم أن تستمتعوا كيف يتم تعبئة هذه القوالب بالزبدة بهذه الطريقة الجميلة. إذا كانت صناعة الشيكولاتة فنا، فهذا الحرفي فنان ومبدع أيضا. عندما يمارس الحرفيون المهارة ما تعلموه، يمكنكم أن تتابعوا الناتج. أما هنا لنستمتع بعملية نقل الإسمنت بهذه الفكرة التي ربما تكون أسهل من الحمل. أما هنا تنظيف السيارات أمر رائع باستخدام مسدسات المياه القوية. هذا الحرفي اكتشف أفضل طريقة لتطبيق طبقة الطلاء بهذا الشكل دون أذية الحواف. لنستمتع بهذا الشخص وهو يقوم بنزع هذه العروق من أوراق الموز. أمر مريح للغاية رؤية ومشاهدة هذه المقاطع لإزالة الطلاء الزائد. بهذه الطريقة يتم إغلاق الحفر الخاصة بملاعب الجولف كما ترون أمامكم. لنشاهد معا هذا الكوب وكيف سيتم تزيينه بهذا الشكل الاستثنائي. عملية توزيع هذه الخرسانة على الأرض مريحة جدا. تابعوا مهارة هذا الشخص هنا بلف هذا الحبل بتقنية رائعة جدا. يمكنك أن تستمتع هنا بعملية رسم إشارات المرور على الأرض. يفتخر هذا العامل بما يصممه من أشكال جميلة على هذه الأشجار كما تشاهدون أمامكم. يقوم هذا العامل هنا بالتسلق على العمود الكهربائي لتكسير هذه القطع الزجاجية الملفوفة بهذا الشكل.
لنشاهد معا عملية إلصاق هذا النوع من الطوب بالحائط بهذا الشكل. هكذا يتم تجهيز الدهان على الماء، فيتم وضع هذه الطبقة، ومن ثم يتم تحريك الرسم حتى تتم عملية الطباعة فيما بعد. من الرائع جدا مشاهدة كيف يتم تلوين هذا الكعك بهذا الشكل الجميل. بإمكانك أن تشاهد هنا عملية رسم أو الدهان هذا الحائط وعمل هذه الأشكال الجميلة. دعونا نرى كيف ستفاجئك هذه الأيدي الماهرة بعمل هذه الوردة الزجاجية. لنتابع كيف يتم قص طبقات القش هذه حتى تتناسب بهذا الشكل. اتضح أن هذه هي الطريقة التي يقوم عمال البناء المحترفون من خلالها بتقطيع الطوب بالتساوي. لنستمتع معا بإعداد طبق الحلويات هذا كيف سيتم. بعد فرد هذه المادة على الأرض، تابعوا كيف يتم تسويتها من قبل هذا العامل المميز. من المؤكد أن أصحاب المنزل سيكونون سعداء للغاية بالطريقة التي يعمل بها هذا العامل. عملية تبرية أو نحت هذا الخشب رائعة جداً. من المؤكد أن قدرة الحرفي غير محدودة وتسمح له بإنشاء حفرة تصريف في وقت قصير. لنشاهد هنا عملية إزالة الأجزاء الزائدة من هذا الإسمنت. لنشاهد هنا عملية إزالة الإسمنت بهذا الشكل الرائع. هل تعرف هذه التقنية الفريدة التي تستخدمها هذه الحرفية لإنشاء هذه التحفة الفنية الاستثنائية؟ أصابع البطاطا ستكون جاهزة بشكل أسرع مع هذا الشيف. عملية نحت الطبقة الأولية من هذه القطعة الخشبية مثيرة للإعجاب. ما رأيكم هنا بعملية الرسم على الرمال؟ يبدو الأمر استثنائيا، فلنتابع كيف يتم إزالة آخر طبقة عن آخر حرف. بدون أدوات حماية يمكنكم أن تتابعوا هذا العامل وكيف يستخدم هذا المنشار لقص هذه الأجزاء الصغيرة. يبدو أنه نوع من الطعام أو الجيلي يتم قصه بهذا الشكل. وجد خبير البناء طريقة لتجديد الأرضية القديمة بدلا من إزالة البلاط بالكامل. إنها فكرة رائعة حقا. هكذا يتم تقطيع الورق الزائد أو القماش الزائد بشكل مميز. يتم إنزال خليط البيض هذا على الصفيح الساخن لتتكون لدينا هذه القطعة الكبيرة كما تشاهدون. يبدو أن هذا الحفار لا يفقد أي جذور لأي شجرة ويقوم بخلعها. لنتابع عملية تزيين هذه الكعكات كيف تتم بشكل استثنائي. العمل الجيد أفضل من القول الجيد. تابعوا كيف يتم إزالة طبقات الدهان القديمة هذه. عملية قص اللحم هذه شهية جدا.
ولا نترككم مع بعض الفيديوهات المرضية لعمال يقومون بعملهم على أكمل وجه. ستستمتعون بأفضل اللحظات معنا. مشاهدة طيبة نتمناها لكم.
We'll be right back.
Thank you.